بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الرجال البواسل، رجال الفرق الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرنا أن نجيء إليكم هنا لافتتاح مباني قيادتكم الجديدة، وإننا عندما أمرنا ببناء هذه القيادة ما كان ذلك إلا تقديراً منا للدور البطولي الذي قمتم به مع زملاء لكم في قواتنا المسلحة الأخرى، فقد تمكنتم بحمد الله وعونه من تطهير هذه المنطقة من فلول البغي والإلحاد، وأصبح مواطنونا اليوم يعيشون في أمن وسلام، والحمد لله. أيها الرجال، إن هذا لا يعني أن دوركم قد توقف، بل العكس، ففي هذا العصر الذي تتزايد فيه الأطماع والصراعات علينا أن نكون دائما وأبدا على أهبة الاستعداد واليقظة للذود عن حياض هذا الوطن العزيز، والتصدي بعزم وقوة أعظم لكل من تسول له نفسه أن يتعدى على عماننا الحبيبة. ومقدساتها وتراثها، ونحن لن نألو جهدا في توفير كل ما تحتاجون إليه من عدة وعتاد وتنمية لأريافكم، وكل ما من شأنه رفع مستوى معنوياتكم وإبقاءكم عند المستوى المطلوب منكم. فسيروا على بركة الله أبطالا أماجدا على مر الزمان، خالدين في سجل التاريخ. وبالله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عمان العربية.